خمسة زائد اتنين زائد اتنين ناقص تسعة، واحد زائد ثلاثة زائد خمسة ناقص سبعة كم يساوي؟ اثنين. تسعة ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص خمسة زائد سبعة زائد واحد كم يساوي؟ ثمانية. عشرة زائد عشرون زائد تسعة كم يساوي؟ 39. السلام عليكم، كلكم تعرفون أن المراد من تعلم السربان سواء عند الكبار أو الصغار هو اكتساب ملكة القدرة على التخيل حتى نستطيع التخلي عن الحساب بالمعداد العادي، وأيضا الغرض من ذلك هو تنشيط الفص الأيمن من الدماغ، وبالتالي نتمكن من التعادل الشقين، أي نستطيع أن نوازي بينهم لأن أغلبنا نحرك الشق الأيسر الأكثر عن الأيمن، وهذا هو فضل السربان وبالخصوص فضل التدرب على المعداد التخيلي. السربان التخيلي يصل إليه المتدرب بعد إتقان الحساب على السربان وضبطه بشكل كبير. إن كل خبراء الأباكس يستطيعون الحساب ذهنيا في أسرع وقت ممكن، بل عادة يكون الحساب الذهني هو ما نسميه السربان التخيلي أسرع مرتين من الحساب باستخدام السربان. هذه القدرة المدهشة على الحساب الذهني يمكن لأي متدرب على السربان أي يصل إليها بالتدرب، أن يصل إليها بالتدرب الجيد وبرغبته الخاصة. ويكمن السر هنا في التعود على استخدام السربان لدرجة تخيله دون لمسه والحساب عليه في مخيلتك وكأنك تلمسه. وأقدم لكم نقاط مهمة للوصول إلى مهارة السربان التخيلي. مثلا عند إضافة 76 إلى 24، أغلق عينيك ثم تخيل خرزات السربان أمامك، حرك الخرزات لتكوين العدد 76، ثم ذهنيا أيضا أضف 24. استعمل الأبهام والسبابة لإنجاز هذه العملية بنفس الطريقة التي تعمل بها على السربان. عند إضافة سلسلة من الأعداد مثلا 24 زائد 76 زائد 62 زائد 50، يمكنك الاستعانة بالأصابع اليد الأخرى. كلما تعد الحساب 100 تعد الحساب 100، يعني عندما تصل إلى العدد 100 قم بطي إصبع اليد الأخرى وأكمل الحساب هذا فقط لمضاعفة التذكر والتركيز. في بداية التدريب استعن بعمليات جمع لأعداد تتكون من رقمين أو ثلاثة بحيث يكون مجموعها سهلا ومميزا، مثلا 76 زائد 24 أو 222 زائد 555.